إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. النص القرآني الكريم نص معجز أنزله الله تعالى على نبيه الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، هو كلامه الكلام القدسي المعجز الذي تحدى به الجن والإنس على أن يأتوا بشيء من مثله فلم يستطيعوا. وكيف يمكن للجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم وهو كلام الله تعالى الخالق العظيم وهم المخلوقون؟ فسبحان الله العظيم. قال الله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والحقيقة إنه كلما نعيش مع القرآن الكريم ونتدبر القرآن الكريم نرى باستمرار مزيدا من أنوار إعجازه وبيانه البديع، ومن ألوان إعجاز هذا النص المبارك القدسي الوحدة الموضوعية وترابط موضوعات هذا النص بصورة عجيبة لمن يتدبر القرآن الكريم. القرآن كله لحمة واحدة
وموضوع واحد بيشد بعضه بعضا سعيا لهداية البشرية لخالقه والوصول بهم إلى توحيده سبحانه وتعالى وإفراد المولى سبحانه وتعالى بالعبادة والتصديق بنبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما إن السورة القرآنية مترابطة في تناول موضوع واحد وفي وحدة موضوعية في السورة القرآنية، يعني هناك خيط ناظم بيربط بين أجزاء السورة الواحدة، يعني ما هيش مفككة الموضوعات إنما هي مترابطة الموضوعات، كذلك هناك رابط موضوعي واحد بيربط ما بين موضوعات القرآن الكريم بصورة عامة. وده واضح جدا في الترابط الموضوعي في القرآن الكريم، واضح في مثلا بين موضوع ختام كل سورة وموضوع بداية السورة التي تليها، لأن القرآن الكريم له تسلسل في عرضه الموضوعي بين السور القرآنية الكريمة. دايما ودائما نؤكد على قضية الترابط الموضوعي داخل السورة القرآنية الكريمة الواحد، بنأكد على ده وإحنا معتمدين من زمان مع حضراتكم، وهو المنهج العلمي اللي أنا ابتدأت معه دراسة وفهم وتدبر آيات القرآن الكريم، وهو المنهج الموضوعي في تفسير سور القرآن الكريم. أنت بتمشي مع السورة وبتبقى فاهم أن السورة لها نظام وهي بناء متكامل، مش متناثر الموضوعات إنما مترابط الموضوعات. أقدر أوصل لكده إزاي؟ بالتدبر والفهم التحليلي للآيات، وبعدين نظر إلى باقات الآيات جنب بعضها من السماء، وهذا التلاحم وهذا التناسق التصاعدي في ترتيب آيات السورة القرآنية. وبالتالي هذا الخيط الناظم بموضوعات، يعني إذا كنا بنتكلم عن وحدة الموضوع في السورة القرآنية، هناك أيضا في خيط ناظم بين موضوعات النص القرآن الكريم كلها في وحدة واحدة. بنأكد على هذه المسألة بين الحين والحين، نذكر بالمنهج اللي احنا ماشيين عليه عشان نقدر نفهم ونحلل سور القرآن الكريم قدر الطاقة، وبنأكد على الموضوع ده لأن هناك من المستشرقين من طعنوا في تماسك موضوعات القرآن الكريم واتهموا النص الشريف بأنه بيفتقر إلى الترابط الموضوعي بين أجزائه. هنقول زي مين؟ ليه هو المستشرقين وكتير منهم سعوا إلى هذا الأمر؟ عشان في النهاية يثبت بشرية النص، يعني عايز يقول إن ده مش وحي. هم أصلا بينكروا فكرة الوحي أغلب المستشرقين بعد الثورة الصناعية واللي حصل في أوروبا والتغير الأحوال الفكرية، بدأت فيه الاتجاه للمادية والإغراق فيها والبعد عن قضية الغيبيات وعدم التصديق بيها، مش بس في القرآن الكريم وحتى في باقي الكتب السماوية. فبقت في فكرة ضد فكرة الوحي. زي مين تزعم هذا الأمر؟ زي المستشرق الألماني ثيودور نولدكا في كتابه الشهير تاريخ القرآن. هو تحدث عن سياق، تحدث في تاريخ القرآن عن سياق إعادة ترتيب آيات القرآن الكريم لأنه هو بيتكلم عايز يقول إن في اضطراب موضوعي، ما فيش وحدة، ما فيش ترابط بين أجزاء السورة الواحدة ولا حتى بين النص القرآني في أرجاء القرآن الكريم كله. والحقيقة أن ثيودور نولدكا كان في عرضه لهذا المنهج مضطرب جدا ورؤيته مش واضحة، وحتى الإثباتات اللي بيعتمد عليها كما تعرض يعني كتابه تاريخ النقد تاريخ القرآن لكثير من النقد الموضوعي، فبالتالي ما عنديش منهجية، ما عنديش رؤية واضحة، ما هو إلا ما كان يردده المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه هو اختلق القرآن، حاشاه صلى الله عليه وسلم، هكذا كانوا يقولون أو كان يقول أهل الشرك عن الرسول وعن الرسالة. نفس الكلام بيردده المستشرقين، وزادوا على ذلك بأن موضوعات القرآن متفككة ومش ما فيش ترابط موضوعي ما بينها. فبالتالي قامت حركات في مناهج التفسير وفي فهم القرآن الكريم وتندرج تحت علوم القرآن تؤكد من خلال التدبر الحثيث والدقيق في النص القرآني الكريم إن في وحدة
في ترابط بين أجزاء الصورة الواحدة وكذلك في القرآن الكريم كله. والرؤية المضطربة والمنهج المضطرب عند ثيودور نولدك ومن جرى على نفس أو سار على نفس دربه كان عنده اضطراب كتير في كثير من القضايا اللي تناولها في كتاب تاريخ القرآن، وكان بيتحدث فيها عن القرآن الكريم. احنا ما نيجي بقى واحنا ما زلنا في بداية تفسير سورة التفسير الموضوعي لسورة الحج، إذا تدبرنا ختام سورة الأنبياء وافتتاحية سورة الحج تجد أنه من الاتصال الموضوعي بينهما الواضح جدا، والقرآن بيفسر بعضه بعضا، أنه ورد الحديث عن يوم القيامة في آخر سورة الأنبياء وأول سورة الحج. طبعا جاء حديث عن القيامة في مواضع كثيرة في سورة الأنبياء، وزي ما بنقول دايما انه هذا العرض سواء اللي كان في نهاية سورة الأنبياء الحديث عن يوم القيامة ثم الحديث في بداية سورة الحج مش من باب التكرار، انما على سبيل التوضيح، لان اجمل الحديث يعني جاء الحديث مختصر عن القيامة في سورة الأنبياء ثم فصل الحديث عن بعض أحداث القيامة في بداية سورة الحج. يعني لما نرجع كده لختام سورة الأنبياء، وده هنا التلاحم الموضوعي، ما جاء مختصرا في سورة الأنبياء جاء مفصلا في بعض جوانبه في سورة الحج، في تلاحم في سير للموضوعات القرآنية اللي بيتدبر بيصل إلى هذه الروابط وتلاحم الموضوعات في تسلسل عرضها في القرآن الكريم. لما أن قال الله تعالى في ختام سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ذكر الله تعالى أحداث إعادة الخلق، البعث والقيام للحساب وللجزاء. ذكر ده في ختام سورة الأنبياء. لما تيجي تتدبر بقى في بداية سورة الحج، سورة الأنبياء وراها سورة الحج، ختام سورة الأنبياء حديث مش مفصل عن القيامة، إشارة إلى الإعادة والبعث، وبعد كده في بداية سورة الحج يذكر بعض من أحداث وأهوال يوم القيامة بجزء من التفصيل حظا للناس على تقوى الله تعالى. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ورد الحديث في سورة الأنبياء عن الساعة في أكثر من موضع في سورة الأنبياء مش بس في الختام. لو جيت تشوف بداية سورة الأنبياء وبداية سورة الحج هتلاقي في بداية سورة الأنبياء الحديث عن اقتراب الساعة وجاية اقترب للناس حسابه، فورد هنا الحديث عن القيامة في معرض التهديد لأولئك المنكرين لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تعدد الحديث عن القيامة في مواطن كثيرة في مواضع كثيرة جدا في سورة الأنبياء دون تفصيل لأحداث الساعة، ثم كانت بداية سورة الحج تفصيل أدق لشدائد هذا اليوم اللي تكرر الحديث عنه كثيرا بإيجاز في سورة الأنبياء، ويتضح ويتجلى بوضوح التناسق الموضوعي، التناسق والتسلسل الموضوعي بين سور القرآن الكريم. في أنه لو تأملنا نهاية سورة الأنبياء وبداية سورة الحج لوجدنا أنه برضو بعد أن بيّنت سورة الأنبياء مهام الرسل الكرام
وذكرت وذكرت بخاتم الأنبياء وإمام الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول رب العالمين للعالمين، والذي أتم البلاغ والبيان للعالمين كما بيّنت سورة الأنبياء في ختامها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. اللي بيتأمل السياق، هذا السياق أو سياق العرض الموضوعي ما بين ختام سورة الأنبياء وبداية سورة الحج، بيجد أن الرسالة واضحة للجميع بأنه يجب بعد هذا البيان والتوضيح على المكلفين الحذر من هول يوم القيامة. لذا قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وكلمة الناس تشمل جميع المكلفين، سواء المخاطبين، كل المكلفين، من المخاطبين من الموجودين يعني ساعة نزول الوحي، وجميع الأجيال اللي هتيجي بعد كده إلى يوم الدين. وإن على كل من علم ووصلت إليه الدعوة كاملة أن يخافوا عذاب الله تعالى، فيجب إن هم يستجيبوا لداعي الإيمان فيؤمنوا بأنه لا إله إلا الله، ويصدق بأن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمختصر بتاع المعنى كما جاء في آخر سورة الكهف، سورة الكهف اللي من السنة نقرأها كل يوم جمعة، آخر آية في سورة الكهف: قل إنما، قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل أيها الرسول الكريم لهم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العمل الصالح قوامه أنه بعد الإيمان والتصديق القلبي تأتي الطاعة لله تعالى، بأنك تنفذ أوامره وبإنك تجتنب محرمه عشان تكون النجاة من أهوال القيامة التي ذكرتها مقدمة سورة الحج في قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. أهلا وسهلا بحضراتكم. ننبه سريعا على صفحتنا، صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. بنأكد على حضراتكم الرد من خلال الشاشة، فأرجو شدة الحذر من سائر الصفحات المزيفة المنسوبة إلينا زورا وبهتانا، ونسأل الله السلام. ناخد معنا الأسئلة عشان الوقت النهاردة. أستاذة إيمان. أيوة. أهلا وسهلا يا أستاذة. السلام عليكم. ازيك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا يا أستاذة إيمان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك. اللهم آمين يا رب. اللهم الله يخليك. أنا جوزي يا دكتورة إيمان بيشك في سلوكي وبيشك فيا، وأنا ما بعملش أي حاجة، طول الوقت يظن فيا ظن وحش، يقول عليا كلام ما حصلش، وأنا عندي بنت
ونفسي اربيها ونفسي اعيش، بس هو منكت عليها قصه الليل والنهار وغضب كذا مره ودخل اهلي واهله ومحدش بيعمل اي يعني حاجه. يمكن يكون عنده هو حاجة نفسية ولا حاجة طب ولا ماشي، عنده حالة نفسية. أنا قلت الكلام ده وهو مش مقتنع بده ومش عايز يروح يتعالج، وطول الوقت يرجعني، وبعد ما أرجع ونعيش يومين كويسين نرجع نعيش في مرار وحياة مش مظبوطة خالص. أنا دلوقتي عند بيت أهلي، وأنا قلت لأهله، قلت لأهله، أهلي قالوا لي مش هترجعي له تاني، بس أنا عايزة أعيش وأربي بنتي. وهو كل ماذا يرجع ونفس الموضوع. أنا مش عارفة أعمل إيه يا دكتور. أنا نفسي تقولي حل، تقولوا لي حل أنا أتصرف إزاي. تمام. احنا انا عمري ما عملت حاجه غلط، انا بصلي طيب، واعرف انت ربنا انسانه مستقيمه، ما احنا لازم الحمد لله. نفكر، احنا الحمد لله رب العالمين، احنا بس لازم نفكر بطريقه ان انت بس لا انت اللي تعي ويجي لك حاله نفسيه، وانت لا هتنفعي تبقي زوجه انا حاسه ولا انا عندي هتنفعي كده تكوني فعلا. ام. فانا عايزه ايوه بس نوصل، يعني لو حالته ده هقول لحضرتك، ربنا يفتح وهرد ايوه يا عليك، فندم. هقول لك تعملي ايه ان شاء الله. واحنا في كل اللي بنمر بيه في حياتنا بنجتهد، وعلى الله قصد السبيل سبحانه وتعالى. أم سند ما شاء الله، هي ست أم سند. دكتورة نادية، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بحضرتك. اتفضل دكتورة، مثلا كان عندي استفسار، بس جوزي اتفضل. بيبقى يوم الجمعة في وقت العمل، فطبعا مش بيعرف يصليه في الجامعة، فبيصليها في العمل ظهر. تمام. حاضر. فمش عارفة هل كده والعمل، هتعرف رزق والعمل ده يعني؟ العمل ده دائم عنده، يعني ما بتصادفش جمعة يصلي الجمعة يعني. لا، هو بيبقى فيه بديل، بس طبعا مش متوفر دايما. لما بيبقى تمام، فيه بديل لكن الغالب في بتاعه ان الجامعة، من ضمن اعماله يوم الجمعة. الغالب بيبقى يوم تمام الجمعة وقت العمل، حاضر فمش بيصليها في الجامعة. فأنا كنت عايزة أعرف بس هل ده حاضر حرام أو لا. حاضر. في سؤال تاني؟ شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. أستاذة سارة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا أهلا يا أستاذة سارة. أنا كنت عايزة أكلم حضرتك في مشكلة. إن أنا يعني متجوزة، أنا ليا 6 شهور متجوزة، وأنا دلوقتي إحنا في الشهر الرابع، بس اكتشفت إن جوزي يعني بيتفرج على حاجات مش حلوة وبيعمل حاجات مش حلوة، يعني بيعمل حاجات مع نفسه مش حلوة. تمام. انا اكتشفت ده من اول الجواز، موضوع ان هو بيتفرج على الحاجات دي وبيعمل الكلام ده من اول الجواز، بس قلت مش يعني مش هظلمه. هو عنده كام سنة؟ 24 25. وانتي كام سنة؟ 23. هو بيشتغل؟ بيصلي؟ هو بيصلي، بس انا بحس ان صلاته يعني مرة يصلي ومرة لا، علشان خاطر بس عام ممكن سلوكه، يعني السلوك العام بتاعه، السلوك العام بتاعه ان هو يعني انسان مثلا كويس معاكي، خير معاكي، اكيد مش الانسان كل حاجه فيه وحشه يعني. لا طبعا، هو بيصرف على البيت عادي، بس انا ما بيجينيش فلوس ليا انا. لا انا يعني قايم بالواجبات بتاعته، هل هو طريقته معاكي اسلوبه كويس؟ هو اسلوبه بيتخانق معايا على طول، يعني مثلا اجي اتفاهم معاه في حاجه اقول له انا نفسي في مره اتفاهم معاك، هو يتخانق عصبي ولا يزعق. ايه؟ عصبي جدا، يتخانق حتى مع باباه ومامته، بيزعق وبيتخانق دايما لما بييجوا يتكلموه تمام، بيزعق معاهم برضه، طيب واقعد اقول له حرام عليك. السؤال يا سارة، انه عشان الموضوعات اللي هو بيشوفها دي، ولا انت في حاجة عايز تسألي معينة؟ هو دلوقتي انا عايزه اعرف، انا دلوقتي هو طبعا بيكلم على فكره بنات كتير معاه في الشغل بحجه الشغل، بس بيدخل بقى في ايه، يعني بيفتح لنفسه باب الهزار ربنا وخفه يهدي. الدم والكلام ده على طول. ربنا يهدي يا رب. امين، قولي امين. ربنا يقولي يهدي. انت بتشكي فيا، اللهم امين. دايما يقولي انت بتشكي فيا وانت غيوره، مع ان انا مش كده خالص، ومع ذلك هو بيقلب في تليفوني دايما دايما، يقلب في تليفوني عشان هو عمايله مش مظبوطة. طيب شكرا، حاضر. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدأ في الرد على الأسئلة بإذن الله تعالى.
اهلا وسهلا بحضراتكم. استاذه ايمان بتقول ان زوجها شكاك، وهي كانت يعني متاثره جدا بالوضع وباكيه، وبتقول ان هي عندها بنت وعايزه تربيها، هي دلوقتي غضبانه عند اهلها كل مره يغضبها وتمشي. بصي يا ايمان يا مدام ايمان، انه لابد من مجموعه من الاجراءات المحدده. اول شيء اكيد احنا في الاختلافات دي، فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. الاصلاح ده هياخد شكل ايه؟ ان احنا نراجع متخصص نفسي، حد مثلا لو انت مش عايزه تروحي بنفسك من عيلتك بس القريب، بحيث ان الموضوع ما تتسعش الكلام فيه مع الناس، ويروح نستشير متخصص، نسال اهل الذكر في مجال الاجواء النفسيه والحالات النفسيه، زوج وضعه 1 2 3، مدى العلاج ازاي؟ هل اكمل ولا هل الوضع ده محتاج علاج طويل؟ هل نسبه العلاج هقدر يكون في استقرار مع الحياه الزوجيه ولا المساله هتكون صعبه؟ عشان برضو نبقى رجعنا لاهل الاختصاص في هذا المجال. النفس عالم كبير جدا، عالم كبير جدا وله تخصص، ولازم نرجع للمتخصصين، حد يكون ثقه كده نرجع له نقول والله اعراضه، اعراض الشك بتاعه كذا وكذا وكذا، وأنا مترددة ما بين البقاء وما بين إن أنا أنفصل عن هذا الزوج، وأنا بس هاخد الأسباب، لأن الأخذ بالأسباب الإنسان بيتعبد كذلك بطاعة مولاه، في إنه ياخد بالسبب، يأخذه بسبب الدعاء ويلتجئ إلى مولاه سبحانه وتعالى ويدعو الله ليل نهار بإنه ربنا ييسر له الخير حيث كان ويشفي هذا الزوج. لكن أنا عايزة تستشيري عشان نبقى على هدي من علم، لو انه هينصلح حاله كان بيها نكمل، لا المساله فيها ربما انت اللي هتلاقي نفسك تحولتي الى مريضه نفسيه، فما تقدريش لا تكملي تكوني زوجه صح ولا تكوني ام صح، فاستنقذي نفسك. يعني لابد من مراجعه متخصص لمراجعه الحاله، ان في حالات من الشك بتبقى العيشه معاها صعبه، دي مساله هيساعدنا فيها المتخصص النفسي. لازم اسعى واسال واتعب، لان دي حياه، ونسأل الله السلامة، ولعل ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يحدث لك أمرا إن شاء الله بإذن الله. أم سند زوجها بيبقى عنده عمل يوم الجمعة، ويوم الجمعة عنده كمان عمل وقت الصلاة، يعني هو زي ورديات يعني، فالوردية بتاعته بتكون يوم الجمعة، فهو بيصليها ظهر، هل ده حرام ولا لا؟ لا حرج عليه، لانه ده عنده عمل ومش بايده، ويحاول انه يبدل مع احد الزملاء اللي بيبدلوا معاه في بعض الاسابيع برضه عشان يشهد بركه وصلاه وحضور صلاه الجمعه بالمسجد. يا صاحبه السؤال. استاذه ساره 6 شهور متزوجه وحامل في الشهر الرابع، اكتشفت ان الزوج بيتفرج على حاجات مش كويسه، مواقع يعني مش مظبوطه، وبيكلم بنات كتير، هو عمره 25 وهي عمرها 23 سنه، بيصلي وكل حاجه، متولي البيت، لكن هو عصبي وعلى طول عامل مشاكل وشكاك. يا ساره طبعا يعني الانسان نفسه ان لم تشغلها بالحق اشغلتك بالباطل، والإنسان لازم يبقى متفهم جدا إن الوقت بتاعه ده مش بيمر وخلاص، ده هو الوعاء الزمني للأحداث بتاعته اللي بيعملها في الدنيا، كل ده يوم القيامة هيشوفه قدام، زي كده نشوف أي حاجة في السينما أو في نشوف شيء دائر قدامك، هتشوف حياتك بنفس الصورة، في لحظة هتعدي مش هتسئل أنا عملت فيها إيه، لا كله هتتسئل أنت عملت فيه إيه. انا ممكن اوصل المعلومه دي بطريقه غير مباشره، مش هقعد كاني بديله درس بقى في ومواعظ، عشان ده ربما كتير من الرجال تأبى نفسه في هذا الامر، لكن تبقى نصيحه عابره كده من وقت للتاني في اوقات بتكون لطيفه عشان يتقبل النصيحه. ممكن اراجع برضو متخصص في العلاقات الزوجيه وفي تعديل السلوك، انه ربما هو مفتقر الى حاجه في العلاقه معاكي فبيعوضها في هذا الامر، وممكن ما يبقاش مفتقر لكن هو اتعود من صغره، عشان كده بنقول نخلي بالنا من الاجهزه اللي مع الولاد، الموبايلات والاجهزه اللي بيقعدوا عليها، يتفرج ويعتاد على مشاهده الحاجات دي، فلما حتى يتجوز يبقى برضه مستمر عليها، فده بيحتاج تعديل في السلوك.
اقدر ارجع لده عشان اقدر اشوف ازاي اتعامل معاه. ما تجيبوليش سيره الموضوع ده انت بتعمل وانت بتتفرج وانت بتكمل بتكلم، لا انت كوني الزوجه المثاليه قدر الطاقه. انت عايزه تصلحي حالي وتاخدي بايدي وانت لسه متزوجه وفي بدايه الحياه الزوجيه، مع الدعاء الدعاء الدعاء. ان شئنا نقول ان الدعاء ده بيصنع المعجزات فهو كذلك. من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وإحنا كده بنرجو رحمة الله سبحانه وتعالى دائما رحمة الله في إصلاح بيوتنا، ورحمة الله في إصلاح حياتنا، ورحمة الله سبحانه وتعالى في إصلاح أحوالنا مع أزواجنا ومع أولادنا ومع الناس أجمعين. فنسأل الله سبحانه وتعالى من رحماته جل وعلا والصبر، وإن إحنا ناخد بالزوج إلى طريق الخير. أدعي وأقول اللهم باعد بينه وبين الذنوب والخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعلني قرة عين له واجعله قرة عين لي، فيجي يشوف الكلام ده نفسه تتسد، وتدعي له بالهداية. اوعي تدعي عليه، ادعي له بالهداية عشان ربنا يقفل قلبه عن إنه يستمرئ النظر للحرام، لأنه بيبص على عورات والعورات دي محرم النظر إليها، وسيئات وليها وبال بتعود بالإنسان عليه. فنسأل الله السلام ونخلي بالنا من ولادنا في سن المراهقة، ونسأل الله السلامة لنا ولأولادنا ولأزواجنا. اصبري شوية، اصبري يا سارة ما تتعجليش. كانت الست أم طه عايزة تراجع مرة تانية السنن الرواتب المؤكدات، كانت السؤال ده امبارح. احنا قلنا قبل كده انه عند السادة الحنفية هي 12 ركعة، انت عايزه ال 12 وال 10، هنقول نبتدي الاول بالساده عند الساده الحنفيه ان هم 12 ركعه، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعدها. القصه في الظهر، في سنه، في سنه الظهر. يبقى عند الاحناف 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. قريب منهم السادة المالكية، وقلنا قبل كده ان في تفصيل في المذهب، وان المالكية عندهم يعني بيتوسعوا عموما في مسألة انه النفل المطلق، الواحد يتطوع بسنن وبنوافل. السادة الشافعية والحنابلة العشر اللي انت بتسألي عليهم، عند السادة الشافعية والحنابلة الرواتب المؤكدات 10 ركعات فقط، 2 قبل الظهر بدل من 4 زي ما عند السادة الأحناف. يبقى دي جزئية الاختلاف بينهم في العدد ما بين 12 أو 10 في السنن الرواتب المؤكدات. شيماء كانت بتسأل برضو، كان سؤالها امبارح متبقي، إن والدهم طردهم من البيت وهم بنات عشان كان عايز يعمل شركة ويعملها باسمهم وهم يقوموا بالإجراءات، فهم رفضوا خوفا من عدم تمام الإجراءات أو لأي اعتبار آخر كما ذكرت امبارح. يأسم طبعا يأسم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ورواية من يقوت. أنا برعى أولادي دول، مش بس بأكل وشرب، ده بأكل وشرب وربي ووجه واحتضن وكل شيء. فلما أطرد وأرمي بنات بره هم وأمهم ويروحوا يشوفوا بقى عند مين يسكنوا ولا يأجروا، ما فيش. فأنت بتقولي أنا سلكت السبل القانونية لكن لم تؤتي ثمارها، لا، شوفي حد يكون شاطر في المجال المحاماة ويكون تاخدي ترفعوا قضية نفقة عشان لكم الحق في إن هو ينفق عليكم. ونسعى برضو للإصلاح، يعني دي من ناحية، وناحية تانية نشوف الإصلاح. دايما بنقول دايرة التراضي واسعة قبل أن نلجأ إلى دائرة التقاضي، وما أسلمها من طريقة إن أدت إلى نتيجة. إن إحنا بدائرة التراضي عن طريق كبير في العيلة، حد بيسمع له في الحي اللي إحنا فيه، إمام المسجد لو مسموع الكلمة عندهم ممكن يقعد يتكلم معاه ويذكره بما يجب عليه من القيام، ويذكره بالأحكام وغيرها من الأمور، وأنه لا يضيع من يقوت ولا يضيع من يعول. فيبقى من دائرة التراضي فشلت نلجأ بقى لدائرة التقاضي عشان نلحق، يعني من معنى ما نضيعش من معنى، إن اللي عايز يأكل واللي عايز يشرب واللي عايز يتعلم واللي عايز نفقة علاج. فنسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، وندعو بالهداية. وكونوا أساء إلينا وهو أب، لا مش معناه إن أنا أسيء إليه،
ولا إني أتطاول عليه، أنا باخد حقي بأدب قدر الطاقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه توفقه يا شيماء، وربنا يهديه ويصلح حاله يا رب، ربنا يهديه ويصلح حاله قبل فوات الأوان. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. اللهم اغفر، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. أستودعكم عناية الرحمن الرحيم.